نحكي عن جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز ديفيشنسي، بس قبل ما نحكي عن الديفيشنسي لازم نعرف ايش هي وظيفة هذا الانزيم. هلا في عنا الجلوكوز 6 فوسفيت بتحول ل 6 فوسفوجلوكونيت عن طريق الجي 6 بي دي، طبعا مع سيفرال رياكشنز بعدين بتحول للرايبوز. هلا من هذا التفاعل، من سلسلة التفاعلات هاي، بصير في عنا ناتج اللي هو بيعمل ريدكشن لل NADP بلس بتحول ل NADPH. ال NADPH واللي هو مهم للجلوتاثيون. هلا احنا بنعرف انه الريد سيلز هم موجودين باوكسيدايزنج انفايرمنت، والهيموجلوبين اللي جوا الريد بلاد سيلز مش لازم يصير له اوكسيدايز، مش لازم يصير له اوكسيديشن، لانه اذا صار له اوكسيديشن هذا بياثر على الفانكشن والستركتشر تاعته، فبطل بيقدر يحمل الاكسجين منيح، فبالتالي ايش بصير؟ انيميا، بصير في كمان هيموليتيك ديزيز، يعني انيميا. هلا مثلا في عنا الجلوتاثيون، في عنا الفري راديكال هذا الأكسيدايزنج ايجنت H2O2 مع الجلوتاثيون اللي هو بيكون لازم بالريديوست فورم. لما يجي عليه الفري راديكال هو بتحول لجي اس اس جي، فهو بتحول يعني معنى اخر للأكسيدايزد فورم، وهنا في عنا دايسلفايد بريدج. هلا مشان يقدر يضلوا يحمي الريد بلود سيلز لازم يضلوا يرجع للريديوست فورم. لما يرجع للريديوست فورم هو بحتاج ايش؟ بحتاج ال NADPH، وحكينا قبل شوي انه ال NADPH من وين بيجي؟ من التفاعل تاع G6PD. هلا لما يصير في عنا G6PD deficiency، ال G6PD بيروح، فبالتالي ايش بيروح معه؟ ال NADPH، يعني الجلوتاثيون بطل يقدر يرجع للريديوست فورم. معنى اخر الفري راديكالز بيصيروا فورا يقدروا ياثروا على الريد بلاد سيلز، يعني الريد بلاد سيلز بطل عندهم زي حارس يحميهم، يعني الجلوتاثيون راح. وهذا اللي هو كل قصه ال G6PD deficiency، انه الجلوتاثيون بيروح. هلا deficiency تاعت ال G6PD احنا بنعرف انه هي X-linked inheritance of a mutant gene، طبعا هذه ال point mutation، مشان هيك كل ال red blood cells تاعون ال affected males بيكونوا affected. كيف هاي الشغلة؟ هلا في عنا ال G6PD deficiency، احنا بنعرف انه males عندهم X و Y والfemales عندهم X و X. هلا بما انه هو اكس لينكد انهيرتنس، فبالتالي بيكون صفه سائده عند الميلز، يعني لو كان عنده بس على الاكس جين معناته خلص هو مصاب بالمرض. اما الفيميل بيكون عندها صفه متنحيه، يعني هي بتحتاج لجينين على ال 2x كروموسومز مشان يظهر عندها المرض، يعني هاي اللي عندنا اياها هلا هي بتكون حامله للمرض بس ما عليها الاعراض، يعني بتكون asymptomatic. أما الميل بيكون فورا تظهر عنده الأعراض. هلأ مشان هيك كمان الـ affected male ما بقدر يعطي المرض لأولاده، لأنه الذكور أولاده الذكور ما بقدر يعطيهم، لأنه هو دايما بعطيهم الواي. أما الفيميل تقدر تعطي لأولادها الذكور والإناث. هيك كمان الفيميل اللي بتكون فقط كارير للديزيز هي بيكون في عندها 2 populations للريد بلود سيلز، بيكون في منهم نورمال والنص الثاني بيكون في عندهم G6PD deficiency. ليش؟ لانه عندها كروموسوم طبيعي ما في عليه ميوتيشن لل G6PD جين، والكروموسوم الثاني في عليه ميوتيشن. احنا حكينا انه الريد بلود سيلز بيكونوا اصلا باوكسيدايزنج انفايرمنت، طب هاي الاوكسيدايزنج انفايرمنت caused by ايش؟ في عنا أول إشي اللي هما الدروغز زي الأنتي مالاريالز والسلفونامايدز نيتروفيورانتون فيناسيتين والأسبرين. الأسبرين خاصة باللارج دوزز، ليش؟ لأنه الأسبرين هو عبارة عن أنتي كواجيلنت، فبالتالي هو بيعمل على تميع الدم. أما الفيتامين كي ديريفاتيفز هما عكسه، الفيتامين كي هو بيساعد على الكواجيليشن للبلد، فبالتالي يعني زي ما حكى دكتور ينال إنه الفضيلة تقع بين الرذيلتين، مش لازم يكون الدم كتير متميع ولا إنه كتير متخثر، مشان هيك يعني لازم يكون وسط، يعني بالحل الوسط.
تاني إشي اللي هي إنه ممكن يكون من infections، infections زي البنمونيا والفيرال هيباتيتس تيفويد فيفر. هلأ هدول هون كيف ال infections ممكن تأثر وتعمل هيموليسز، اللي هي عن طريق الماكروفاجز. الماكروفاجز هي بتعمل فاجوسايتوسز لل red blood cells. ليش؟ لأنه هو بيكون جواتهم ال H2O2 والفري راديكالز، كل الأكسيدايزنج ايجنتس بتكون جواتهم، فبالتالي هي تعمل لايسز للريد بلود سيلز. لما يجوا الماكروفاجز بياكلوا الفري راديكالز اللي جوا الريد بلود سيلز. ثالث إشي اللي هي الانجستشن اوف فافا بينز، اللي هو ممكن تسبب الفافزم. طبعا الفافا بينز اللي هم معنى آخر الفول، فافزم اللي هي الكوز اوف G6PD deficiency. هلا الاكسيديشن للسلف هيدرال جروبس للجلوبين تشينز. هلا احنا حكينا انه بما انه راح الجلوتاثيون، فمعناته ال H2O2 كل الاكسيدايزنج ايجنتس بيقدروا بكل سهوله يجوا على الار بي سيز. فلما يجوا على الار بي سيز في جوا الهيموغلوبين في عنا سلف هيدرال جروبس بصير لهم اكسيديشن، فهذا بيؤدي للديناتشوريشن تاع الهيموغلوبين، وبعمل ايش؟ بعمل زي دارك انكلوجنز وبريسيبيتيشنز للهيموغلوبين. هذول بسميهم هاينز بوديز. بقدر اشوفهم هون، هايهم هاينز بوديز مبينين واضحين كتير بهاي، كمان بهاي، هاي بكريستال فايولت ستين مبينين الهاينز بوديز، كمان هنا هاينز بوديز، دنس بوديز كومبوزد اوف بريسيبيتيتد هيموغلوبين مبينين واضحين هنا كمان. هلا هدول البريسيبيتيتس اللي هم الهاينز بوديز بيعملوا دامج للممبرين، فهم ممكن يعملوا انترافاسكولار هيموليسز، اللي هو بيكون هيموليسز للريد بلود سيلز وهم جوا البلود فيسلز. كمان الهاينز بوديز هم بيقللوا قدرة الريد بلود سيلز انهم يغيروا من شكلهم لما يمشوا عن طريق السبلينك كوردز. ليش؟ لانهم ما يعني زي انكلوجن بيرنج ريد بلود سيلز، فبالتالي الماكروفاجز بيعملوا لهم فاجوسايتوسس، بيعملوا بلوكينج لهدول الهاينز بوديز، بالإضافة للسيتوبلازم لأنهم جوا السيتوبلازم تاع الريد بلود سيلز، فبالتالي الريد سيلز appear to have a bite of cytoplasm، بصير زي شكل قدمة. بعد هيك السيلز لما يوصلوا السبلين او الليفر بصير لهم اكسترا فاسكولار هيموليسيس عن طريق الماكروفاجز. كمان هنا هذا بلود فيلم مبين البايت ابييرنس تاع الريد بلود سيلز بعد ما صار في فاجوسايتوسس من الماكروفاجز. كمان هنا الهاينز بوديز مبينين بهاي الصوره. هلا كلينيكالي احنا بنعرف انه الاكيوت انترافاسكولار هيموليسيس بيكون يعني اهم اعراضه اللي هي الجوندس، انيميا، هيموغلوبينيميا، هيموغلوبينوريا اللي هي بلود ان ذا يورين. بالعاده بتبدا 2 تو 3 دايز بعد الاكسبوجر لهدول الانديفيدجوالز اللي عندهم هذا المرض للاوكسيدنتس. زي الجوندس في عندنا هذا تشايلد بريزنتينج وذ جوندس. اهم ساين احنا بنعرفه للجوندس اللي هي انه السكليرا تاعت العين بصير لونها اصفر، وحتى الجلد بصير لونه زي باهت على صفرار. كمان هلا الهيموليسيس بيكون بالعاده اكثر عند تو بوبوليشنز اللي هما الافريكان والميديترينيان. الافريكان هم معروفين بيكون في عندهم المايلد فورم اوف ذا ديزيز، يعني بيكون بس مايلد ريديوس لايف سبان للار بي سيز. اما بالنسبه للميديترينيان، الميديترينيان اللي هم زي تعون ايجيبت، ليبيا، وتونيجيا، وفي من يوروب اللي هم غريس، ايطاليا، وهدول كل هدول البلدان بيكون في عندهم سيفير فورم اوف ذا ديزيز، يعني بيكون في سيفير ريدوسد او ماركتلي ريدوسد لايف سبان للار بي سيز. وهو بيكون ات انفولفز ذا اولدر ريد بلود سيلز، يعني مش النيولي فورمد، فمشان هيك هو سيلف ليميتد، يعني بيوقف لما ما يضل في غير اليونج ار بي سيز اللي لسه هلا انعملوا، لانه هو ما بياثر عليهم حتى لو الواحد لساته بياخذ الدرج. هلا جنرالي الفيتشرز تاعت الكرونيك هيموليسيس زي تضخم السبلين اللي هي سبلينوميجالي، وكوليلياثيسيس اللي هي فورميشن اوف جول ستونز، بيكونوا مش موجودين بهذا المرض. هلا كمراجعة سريعة للجي 6 بي دي ديفيشنسي على هاي الصورة، نحكي ان الاوكسيدايزنج ايجنتس اللي هم الدرجز، الدرجز حكينا اللي هم اوكسيدايزنج درجز زي الاسبرين، سلفونامايدز، نيتروفيورانتون، والانتي مالاريالز زي البرايماكوين وكوينيدين. في عنا كمان الانفكشن اللي هي زي هاي البكتيريا، هي ممكن تسبب جي 6 بي دي ديفيشنسي، وكمان اللي هي الفافا بينز. هنا شايفين هنا في عنا بايت ابييرنس للريد بلود سيلز، وهنا في الانكلوجنز هاي بايت سيلز،
هاينز بوديز اللي هم دارك انكلوجنز، موست كيسز بيكونوا سيلف ليميتد لانه الريد بلود سيلز بيصير لهم ريبليسمنت، والاوكسيديتيف دراجز لازم should be avoided.